جولة الثامنة مساء من قناة التاسعة، أصحابكم فيها أنا مكي هلال، ونبدأها بالعناوين. النقابة العامة للتعليم الثانوي تهدد بحجب أعداد السداسية الثانية عن الإدارة وتلوح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة. اختتام الاستشارات الجهوية حول مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يدعو لتسريع سن القانون وتعزيزه بنصوص أخرى. الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تبرورة بصفاقس والكلفة الجملية للتهيئة 1300 مليار. أهلا بكم جميعا مشاهدينا لهذا الموعد الإخباري. هددت النقابة العامة للتعليم الثانوي بحجب أعداد السداسية الثانية عن الإدارة، ومما من شأنه إرباك الرزنامة المدرسية، وذلك احتجاجا على عدم تطبيق وزارة الشباب والرياضة لاتفاقيات سابقة. وقد لوحت النقابة بمقاطعة العودة المدرسية القادمة في حال عدم توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق. بينما تشارف الاختبارات بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية على النهاية، تأكد حجب الأعداد الخاصة بها على الإدارة تصعيد تستثني فيه النقابة العامة للتعليم الثانوي أقسام سنة التاسعة من التعليم الأساسي والتقني والبكالوريا، فيما يلتزم الأساتذة بإصلاح الاختبارات وفق رزنامة المؤسسة التربوية دون عقد مجالس الأقسام. نحن متمسكون بحجب الأعداد، نعرف أن حجب الأعداد عنده تداعيات خطيرة، نعرف أنه قرار صعب علينا ولم نتخذه يعني إلا بعد استنفاذ كل الإمكانيات. اليوم سيد وزير الشباب والرياضة مازال ليست هناك أي مؤشرات للالتزام بما تم الاتفاق عليه. وصلت حجب الأعداد، احنا نطلب منهم باش ما يحجبوش الأعداد، لأنه هي مش حكاية لوين ذراع، فما اتجاه تاع إصلاح ونفس إصلاحي في المستقبل. إلا كان هما يراوا باش يحجبوا الأعداد وما توصلناش الاتفاق، فسنتعامل مع هذا الوضع. جدل شبهات الفساد يعمق الأزمة بين الطرفين، ففيما تحذر النقابة مما تصفه بالتعسف على منخرطيها، تعيد الوزارة بالمحاسبة والتحقيق. لدينا ملفات فيها شبهة فساد في الإدارة الجهوية بأريانا، ولدينا إجراءات تعسفية قاعدة تصير على العمل والموظفين في هذه الإدارة. نحن نحذر وزير الشباب والرياضة من هذا التعسف. اتخذنا إجراءات ضرورية لنقلة بعض الأعوان أو الموظفين نقول، واستفسار بعض الأعوان والموظفين أخرى حول بعض الإشكاليات اللي قينا فيه شبهة، خرجناها من المقر المندوبية اللي شبهة مش شبهة فساد ولكن كونفليت انتري، معناها تضارب مصالح. وزارة التربية وإن تختار موقف الحياد من الأزمة، إلا أن تعطل مجالس الأقسام قد يضعها في مأزق اختلال الرزنامة المدرسية، فيما لا تزال العودة المدرسية القادمة عالقة لتهديد النقابة بمقاطعتها في حال تم إدراج إلغاء التعليم التقني ضمن برنامج الإصلاح التربوي. احنا مسؤولين على الأعداد، وزارة التربية عندها مسؤولية أخلاقية وسياسية، والعودة المدرسية حدث دوري. شوف، العودة المدرسية مش من حق حتى إنسان يعطلها، لأنها راهو العدد المنصية تتكلف بالمليارات، تتكلف على الشعب التونسي بالمليارات، وحتى واحد من حقه باش يحرم ولاد الشعب السوري من المعرفة. بينما يأخذ الخلاف بين الطرف النقابي والإداري منحا تصاعديا، تتزايد مخاوف العائلات التونسية من الإرباك الذي سيحدثه حجب أعداد أبنائها، فضلا عن مخاوف تكرر سيناريو الارتقاء الآلي الذي اعتمد العام الماضي. في موضوع آخر، أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي، أكد أن مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سيعرض قريبا على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب بغية النظر فيه.
الفساد ربح معارك ولكنه لم يكسب الحرب، هكذا علق وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي في ختام الاستشارة حول مشروع القانون الأساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. صحيح الفساد ربح معارك، اكتسح مجالات جديدة باستغلاله لضعف الدولة في الفترة القديمة، واهتماماتنا أكثر بالشأن السياسي والتوافقات السياسية خليت أنه العديد من المجالات الأخرى من جملتها مجالات الفساد، لكن مجالات أخرى ما اهتمناهاش بدرجة الكافية. صحيح، ولكن يجب أن نربح الحرب، وهي حرب في الفعل ضد الفساد مثل ما هي الحرب ضد الإرهاب، وهم متصلين ببعضهم. وكان مشروع القانون الذي يثبت مهام هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وصلاحيتها محل استشارات جهوية نبه خلالها المجتمع المدني من عدم دعم المشروع لمشاركته في تركيبة الهيئة ومراقبة سير عملها، خصوصا بوجود شرط السن اللي يعتبروه شرط إقصائي نوعا ما، اللي هو كان في حدود 35 سنة، وكذلك شرط الخبرة، يعتبروا كون الجمعيات الناشئة حديثا 2011 و2012 بعد الثورة بالطريقة اللي تم معناها إدراج فيها شرط السن وشرط الخبرة يمكن يصل يكونوا فما إقصاء للفئة هذه متاع المجتمع المدني. من جهته أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب إلى حاجة الهيئة الدستورية، هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى قانون إضافي يتعلق بالتصريح على الممتلكات. عديد الموظفين ولا عديد المسؤولين السياسيين ولا الإداريين يتسلموا مسؤولياتهم، وفي ظرف مثلا بعض الأشهر ولا بعض السنوات ولا في بعض الأحيان حتى بعض الأسابيع يصبحوا يعني عندهم ثروات طائلة ولا حد ينجم معناه بطبيعة الحال يسائلهم. فمثل هذا القانون من شأنه أنه يقع وضع حد لهذه معناه الظاهرة. هذا ويتضمن مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تركيبة مجلسها الذي سيعوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في شكلها الحالي والشروط التي يجب أن تتوفر في المترشحين لعضويته قبل انتخابهم من قبل مجلس نواب الشعب. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو السيد إبراهيم المساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد. أهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا. سيد المساوي، جمعية إضافية قد تعوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينما نضيف الحوكمة الرشيدة، هل تغير الدور كثيرا؟ هل نحتاج إلى جمعية أخرى ورقم إضافي؟ شكرا. أكيد لا، الحقيقة الأمر هو تكريس هذا هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، هو تكريس للدستور. الدستور وقت اللي جاء الدستور حط 5 تقريبا هيئات دستورية مستقلة. شفنا تقريبا هيئة وحيدة وقع تكريسها معناها فعليا وتطويرها هي هيئة المتعلقة بالانتخابات، ثم نعم. بعد ذلك جاءت هيئة الحقيقة والكرامة، وثم جاءت يعني بقية الهيئات يعني نوعا ما في نسق بطيء جدا باش تكون دستورية وتكون فعلة أكثر، وهي هيئة الحقيقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي جت تعرف اللي جت على الأنقاض، معناها هي لجنة تقصي الحقائق اللي كان رأسها المرحومة فتاح عمر، نعم. بمقتضى مرسوم 120 اللي للأسف معناها من سمير العنابي إلى شوقة طبيب ما كانش تم التكريس أو العمل على تفعيل الآليات اللي وجدت من خلال المرسوم 120، عندها يعني صلاحيات نجم نقول عليها صلاحيات نووية إنه واقع واسع، إنه واقع استغلالها فعليا مع بتواجد إرادة وبتواجد إمكانيات أيضا، نعم. بشرية ومادية، وهذا اللي ينقص حاليا لهيئة سي شوقة طبيب اللي تكلم وقال يعني نوعا ما شخص واقع الهيئة هذه من خلال نقاط الوهن الموجودة فيها الكل، فهمتني، وعدم معناها رغبة حتى الدولة في تدعيمها واللي هو محمول عليها قانونيا في تدعيم الهيئات الدستورية هذه. نتصور اللي تكريس يعني دستورية الهيئة هذه بأكثر يعني جدية بأكثر رغبة في مكافحة الفساد، نولوا نشتغلوا على ممكن مصطلح جديد وهو الاستثمار في مكافحة الفساد. فعلا. موضوع كبير برشا، دعت لي حتى الجمعية التونسية لمكافحة الفساد
هل من ثغرات في مشروع القانون الذي سيضبط عمل هذه الهيئة الدستورية فيه نقائص؟ البعض أشار إلى هذا، هل تشاطرهم أنت هذه الملاحظات؟ بالفعل هو تمش قانون يبدو يكون ثم قانون يعني مكتمل. المشكلة أنه القانون هذا لم يقع تشريك فيه المجتمع المدني بنوع من الجدية. صحيح كان فيه تنقلات في ولايه قصرين وبنزرت وصفاقس واخيرا في تونس، لكن ما زالت الوقت يعني تكاد تكون ذره مدى العيون، يعني نصف نهار سوى نصف نهار وساعه تقريبا ساعه بالتمام والكمال لمناقشه هذا المشروع. يعني ديمقراطيه انور السادات، انتم تقولوا تحبوا وانا نعمل اللي نحب، مساله معناها تقريبا تكاد تكون ضحك على ذقون المجتمع المدني. في العديد من النقاط لابد باش وحاولنا نكونوا متواجدين رغم ذلك باش نبلغوا الرساله نتاعنا، نبلغوا ان ثم العديد من النصوص القانونيه في المشروع هذا مسقطه اسقاطا جاءت من وراء البحار، ولا يمكن ان يشخص الداء الا اصحاب نص البيت. نص تونسي وقانون تونسي. نعم لابد ان يكون نص تونسي. نعم. بروح وبصمات تونسيه يشخص الواقع التونسي بأتم معنى الكلمة. قبل القانون وفي إطار تشخيص هذا الواقع، وأنت اشتغلت على هذا الملف من خلال الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، أي المجالات يجدر بنا أن نركز عليها ونشتغل عليها أكثر في مقاومة هذه الظاهرة؟ شوف تقريبا هناك تقريبا أربع أسس في مكافحة الفساد باختلاف معناها المعايير الدولية اللي نصت عليها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد. أولا لابد أن تكون هناك هيكل، الهيكل يتمثل في نص قانوني. اثنين تكون في هيئة دستورية مستقلة لمكافحة الفساد، تكون في قوانين متجانسة مع الهيئة ومع قانونها اللي هم أساسا حماية المبلغين عن الفساد. نعم. الإثراء الغير مشروع، الحق على الحصول على المعلومة والولوج لها، وهذا معناها وقع معناها يعني من خلال مرسوم 22 يعني بلورت على الأقل كقانون دون أن يكون هناك مسودة كيفية تنفيذ مثل هذه القوانين ومذكرات توجيهية للوزارات والإدارات المعنية بهذا الشكل في نفاذ إلى المعلومة. وإذا كما نحكو على التصريح بالمكتسبات، يعني نعرف التصريح بالمكتسبات يكون في شكل تقريبا مطبوعة. نعم. يقع الإيداع لدى رئيس دائرة المحاسبات دون أن يكون هناك تتبع فعلي في هذا المستوى. لابد بقطع النظر عن الأسس الخمسة والتدابير الدولية أن يكون العمل على مستوى ليس فقط على مستوى الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الخاص. لابد العمل على الفاعل الأساسي أو المتعامل الأساسي مع هذه المجالات وهو المواطن في حد ذاته. نشكرك السيد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، جزيل الشكر لك. في موضوع آخر نمضي أو إلى موضوع آخر، إذ تم اليوم انطلاق مفاوضات اتفاقية التبادل الحر والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، يحتدم الجدل حول انعكاسات الاتفاقية على الاقتصاد المحلي في ظل مخاوف جدية من التأثيرات السلبية التي تواجهها أو يواجهها عدد من القطاعات وخاصة منها القطاع الفلاحي الذي يعاني أصلا من صعوبات عديدة. رسائل إيجابية بعث بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد للداخل والخارج مع تقدم المفاوضات الخاصة باتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في ظل جدل حول تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد التونسي. الصيد أكد خلال افتتاحه للمنتدى الرابع لرؤساء المؤسسات أن الاتفاقية تأتي ضمن مخطط للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مرتبة محورية إقليميا ودوليا وفي إطار رؤية مستقبلية ترتكز على النجاعة والتجديد الاقتصادي. ثم مصالح تونسية وثم مصالح أوروبية، وزي ما نعرفوا كيفاش تتلاقى المصالح الكل مع بعض، هذه مسألة تهم تونس، وإحنا ما نش نعمل حاجة بدون اتفاق وبدون حوار وطني شامل. لكن تفاؤل الصيد يصطدم بمخاوف الخبراء من انعكاسات التحرير الكامل للقطاع الفلاحي إزاء الصعوبات الهيكلية التي يشهدها وحاجته لحزمة من الإصلاحات، فضلا عن تحفظ بعض الأطراف في صلب الائتلاف الحاكم من عدم التوازن ما بين السوق الأوروبي واقتصاد محلي منهك بفعل الأزمات. ما ثمش توازن يعني ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين تونس،
الاتفاقية تحتاج إلى مزيد من التوازن ومزيد من العدالة ومزيد من مراعاة كون تونس بلد في طريق التنمية. من جهة أخرى، فإن بنود الاتفاقية ستسهم في تطوير الأداء التنافسي للمنتوجات الوطنية وتدعيم نفاذها للأسواق الخارجية، ما يسهم في تحسين مكانة عدد من القطاعات مثل زيت الزيتون والمنتجات الصناعية. الاتفاقية هذه باش تسمح لنا نفتح قدامنا سوق كبيرة جدا، دونك باش تسمح لنا قدامنا باش تخلينا قدامنا فرص، يلزمنا هالفرص هذا ما يلزمنا نعرفوا كيفاش نستفيد منهم. وينتظر اعتماد سياسة التدرج في إدماج القطاعات الاقتصادية ضمن الاتفاقية. والآن مشاهدينا إلى تذكير بأبرز عناوين هذه الجولة الإخبارية. النقابة العامة للتعليم الثانوي تهدد بحجب أعداد السداسية الثانية عن الإدارة وتلوح بمقاطعة العودة المدرسية المقبلة. اختتام الاستشارات الجهوية حول مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يدعو للتسريع في سن القانون وتعزيزه بنصوص أخرى. والآن نمضي لعرض سريع لأبرز الأحداث الوطنية مع زميلة هاجر جلاسي. لك هاجر. شكرا لك مكي، مساء الخير مكي، وأهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز أحداث هذا اليوم. أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لحماية الموسمين السياحي والصيفي وإنجاحهما، وذلك من خلال أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة. حربنا على الإرهاب، فما جاهزية أكثر للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية، كذلك عندنا معناها تدعيم وتعزيز لكل الاحتياطات، سواء بالنسبة الحقيقة للموسم السياحي وغيره زاد، خاطر الموسم الصيفي ما كتعرف فيه برشا حاجات، المواعيد الجاية كلها مواعيد هامة، من امتحانات وطنية، من عودة التونسيين من معناها من الخارج، من مهرجانات الصيفية، من شهر رمضان وغيره. استعداداتنا إن شاء الله كبيرة والجاهزية موجودة. عرض الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون الأساسي المنظم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من طرف خبراء الاتحاد وبحضور رؤساء الكتل النيابية ورؤساء لجان القارة، وذلك خلال ندوة وطنية بحضور أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية. ما زال لم يكتمل هذا المشروع في صيغته النهائية، أردنا معناها عرض هذا ما توصلنا إليه إلى حد الآن على الناس اللي بعثنا لهم دعوات، وما زال يتواصل لجنة الخبراء، ما زالت باش تواصل الاشتغال على هذا القانون الأساسي. طبعا مش يقع عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد، وبعد ما يقع التصديق على هذا مشروع القانون هذا، وقتها نبحث عن الطريقة التي عبرها باش نوصله هذا إلى مجلس نواب الشعب. أحيت النقابة الأمنية بمختلف الأسلاك بالقصرين الذكرى الثانية لاستشهاد 4 أعوان من الأمن الوطني خلال الهجمة الإرهابية التي استهدفت منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو يوم 27 من شهر ماي 2014، تظاهرة انتظمت لتخليد ذكرى شهداء واعتراف بمجهوداتهم في الذود عن حرمة الوطن. هذا وتم تدشين نصب تذكاري بمقر إقليم للأمن الوطني بالجهة يحمل أسماء الشهداء. يعني الحملة هذه والوقفة هذه وضع كليل من الزهور، في البداية ترحم على أرواح زملائنا الزكية. اثنين، نحب نوصل ميساج إلى كافة الرأي العام التونسي، راهي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية راهي قاعدة تتعافى، وخير دليل على ذلك النجاحات الأمنية، وزملائنا راهو أفدينا لهم الثار وما زلنا نفدو الثار، وما زال ثم ضحايا يعني من المؤسسة الأمنية وكذلك من المواطنين، لأنه الحرب على الإرهاب هي حرب شاملة. وإلى خبر آخر، أدى رئيس الجمهورية زيارة فجائية إلى سوق باب الفلة بتونس العاصمة، اطلع خلالها على الأسعار وعمليات التزود والعرض لمختلف المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم، كما استمع بالمناسبة لمشاغل التجار والمواطنين، وذلك في إطار التصدي للتجاوزات مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. لا
والله تضرب تو 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 27 سنه ما في ولا ما كنا باش عرفانا بتضحيات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية، سلمت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين شقتين بجهة مرناق، الأولى لعائلة الشهيد الرائد محمود الفرشيشي والثانية لشهيد المؤسسة العسكرية العريف الأول عبد الباقي العجيلة. وقد أشرف وزراء الداخلية والدفاع والتجهيز والإسكان على عملية التسليم. نشكر كل من المبادرات هذه، سواء من رجال الأعمال، باعثين عقاريين، مواطنين بالخارج كذلك قاموا بدورهم في هذه العملية اللي صارت اليوم. كونا لجنة أنا نرأسها، اللجنة هذه المهمة متاعها باش نشوفوا معناها وندبروا بعض الشقق ونسلموهم العائلات الشهداء. انطلقت اليوم وحدة طب الولداني في العمل، وذلك بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بمدنين، لتكون الأولى من نوعها لفائدة ولاية الجنوب في إطار تعزيز طب الاختصاص بالجهة، بكلفة بلغت أكثر من 300,000 دينار بين بناية وتجهيز. من جهة أخرى، سيستلم المستشفى يوم غد اعتمادات لفائدة قسم تصفية الدم على ينطلق قريبا في الاستغلال، وهو ما مكن من مضاعفة طاقة استيعاب. الأساس هذا كنا نعاني فيه في صعوبات كبيرة في نقل المرضى من جهة مدنين إلى المستشفيات الجامعية. إن شاء الله انطلاقا من اليوم دونك نعتبره أنه تحل الإشكال هذا، وباش يكون عنده مردود كبير سواء كان في جهة مدنين أو في إقليم الجنوب الشرقي. بديناها بوحدة جهوية، وإن شاء الله يوصل إلى أنه يولي قسم استشفائي جامعي لطب الولدان. تم اليوم بالقيروان تدارس أهم الإشكاليات لدعم إصلاح المنظومة الصحية خلال المرحلة الأولى، وطرح خارطة طريق مع مناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالقطاع والمحاور الاستراتيجية الخمس لوزارة الصحة للمخطط المقبل 2016-2020، وذلك إثر إشراف وزير الصحة سعيد العايدي على اجتماع اللجنة الفنية للحوار المجتمعي في مرحلته الثانية للمنظومة الصحية. على المدى المتوسط والطويل هي الحوار الشامل هو اللي مش يعطي نتائج، خاصة كي ندخلوا في إصلاح عميق نتاع قطاع الصحة، وأنتم في قروان تعرفوا اللي قروان عندها دور فيما يخص الأقطاب الصحية الترابية اللي ماشيين فيها في الاستراتيجية نتاع وزارة الصحة فيما يخص الوقاية. الهدف من هذا كل هي بناء الثقة ما بين المواطن والمنظومة الصحية بصفة عامة. مستشفى جامعي هذا قاعدين بدينا في الدراسات، هو مقيد في المخطط متاع الدولة. رفع مستوى الوعي بمخاطر السكري والتوقي من اختلال التوازن الغذائي للمرضى في شهر رمضان كانت محور اليوم التحسيسي الذي نظمته مصحة باستر. تهدف هذه الحملة إلى توعية مرضى السكري ومحيطهم الاجتماعي والعاملون في قطاع الصحة العمومية بالمخاطر المحتملة للصوم بالنسبة لمرضى السكري، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بمرضى السكري من أجل تجنب ظهور المضاعفات قبل وأثناء وبعد شهر رمضان. مركز أول حاجة على الجانب الوقائي. الجانب الثاني قلنا شو من نصائح الغذائية، راهو قد ما نعطيو نصائح غذائية ديما المواطن ساعات عنده شوية نقولوا احنا ارتباك، ما يعرفش هي المادة الغذائية تصلح له في رمضان ولا ما تصلحلوش. دونك فرصة باش نخليو المواطنين والمرضى باش يعطيو الأسئلة نتاعهم مع المختصين نتاع الأمراض التغذية. أكد ديوان تونسي للتجارة برادس أن مادة السكر متوفرة بالكميات الكافية في الأسواق وعلى مدار السنة، كما أعلنت أن وزارة التجارة ستقوم بتعليب 30% من كمية السكر لحل أشكال النقص في هذه المادة وتوفير هامش للربح بالنسبة للتجار. ما يقارب 360 ألف إلى 380 ألف طن، يعني ما يقارب 1000 طرناطة في اليوم. السكر متوجد وهو موجه سواء للصناعين سواء للمساحات الكبرى او لتجار الجمله. نسبه التغطيه معناتها يعني المعدله بيقارب شهرين ونصف. 30% من الاستهلاك العائلي باش يولي معلب في الشكل هذا، معناتها كيما تاخذ باكو الروز، كيما تاخذ باكو القهوه، كيما تاخذ الفارينه، باش يولي
بالطريقه هذه ممكن يقع التعميم نتاعو تقع معناتها يولي موجود بصفه انسيابيه في وسط الاسواق وما عادش نلقاو تشكيات نتاع العائلات. وفي خبر آخر، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالكاف من حجز ما يقارب من 50,000 قارورة من المشروبات الغازية مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية بمصنع مهجور معدل للترويج خلال شهر رمضان. كما تم العثور داخل المخزن على مواد خطرة تتمثل في 30 كيسا يحتوي مادة كلور البوتاسيوم وعدد من الحاويات بها مادة الفوسفور. كميات معناها خطره محطوطه بالضبط يعني بحذا نسموه نحن البريفورم يعني قوارير معده لتعبئه المشروبات الغازيه كانت بحذاها بالضبط. واحنا نعرفوا انه المواد الغذائيه والمخصصه لتعبئه المواد الغذائيه ما يلزمش تتحط مع المواد الخطره. عن سن يناهز 64 سنة حطم اليوم السباح العالمي نجيب الهادي السادس عالميا في رياضة السباحة في مياه المفتوحة في قناة مدينة بنزرت رقمه القياسي العالمي في رياضته المفضلة بجره لقاربين يصل وزنهما إلى 70 طنا لمسافة تناهز 550 مترا. 70 طرناتة فما برمجة توقع يمكن في آخر السنة في ديسمبر خاطر أنا سباح مياه باردة نخير باش نعملها في آخر السنة. بهذا الخبر نصل إلى ختام أبرز أحداث هذا اليوم. المشوار متواصل مع مكي. شكرا لك هاجر. نتابع بدورنا إلى موضوع وطني آخر. تم الإعلان اليوم عن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع تبرورة بصفاقس، وتبلغ كلفة تهيئة المشروع حوالي 1300 مليون دينار. هذا وأكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي التزام الدولة بتعهداتها إزاء هذا المشروع المقرر في المجلس الوزاري بتاريخ 18 من جانفي 2016. الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التعهدات المصاحبة لمشروع تبرورة بصفاقس، هذا ما أكده وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. تعهدات تتعلق أساساً بإنجاز دراسة لإزالة التلوث بالسواحل الجنوبية لمدينة صفاقس، إلى جانب تهيئة البنية الأساسية للأحياء المجاورة لمنطقة تبرورة. أعلان على طلب العروض لإيجاد مستثمرين أو التعامل مع مستثمرين ليرافقوا الدولة لإنجاز هذا المشروع على طيلة تقريباً 20 سنة. وسيتم تنفيذ التعهدات المذكورة من قبل مختلف الوزارات المعنية خلال المخطط الحالي والمخطط القادم للتنمية الذي ما زال حيز الإعداد، حسب ما تم الإعلان عنه خلال يوم إعلامي بصفاقس للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من المشروع وسط حضور ممثلي شركات الاستثمار ورجال الأعمال تونسيين وأجانب وعدد من نواب الجهة بمجلس الشعب. مشروع تبرورة ككل 420 هكتار، كلفة التهيئة تبلغ 1300 مليار باش ننطلق إن شاء الله في قسط أول. المساحة متاعه 8 هكتار تقريبا 8 هكتار، وتكلفة الأصال في حدود 100 مليون دينار. وفي علاقة بهذا المشروع ستتم تهيئة شبكة خطوط المترو الخفيف بإمكانية إنجاز 5 خطوط لضمان التواصل بين منطقة المشروع ووسط المدينة. المشروع هو 5 خطوط، 2 خطوط مترو بطول 33 كيلومتر، وثلاثة خطوط بيوس BHNS حافلات ذات جودة عالية بطول 36 كيلومتر. قيمة المشروع الجملي 2000 مليون دينار. وكان المجلس البلدي دعا منذ أسبوع في بلاغ له رئاسة الحكومة إلى إحالة المدخر العقاري المقدر ب 420 هكتاراً بعد استصلاح البحر وإزالة التلوث في منطقة تبرورة إلى الملك البلدي بالدينار الرمزي، باعتبار أن المشروع يقع في المجال البلدي. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم ونتابع فيها أيضاً. إبداع تونسي بأياد طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير يشق طريقه نحو العالمية. و
والآن إلى أخبار المال والأعمال وعرض اقتصادي تؤمنه نسرين بن حسين. تفضلي نسرين. شكرا مكي، ومشاهدينا الكرام إلى جولة قصيرة في أخبار الاقتصاد. أكد وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري خلال افتتاح اليوم الأعلامي حول مكامن التشغيل في الاقتصاد الأخضر بولاية المنستير على أهمية القطاع الاقتصادي باعتباره قطاعا واعدا في خلق مواطن الشغل وفي تحسين الاستثمار. الاقتصاد الأخضر اللي هو قطاعات الإنتاجية اللي تنجم تكون في السياحة الإيكولوجية وتنجم تكون في الفلاحة البيولوجية وتنجم تكون في الصناعة النظيفة وتنجم تكون في التحكم في الطاقة والنفايات والصناعات المتجددة والخدمات والتكنولوجيا النظيفة، هذا كله اليوم فضاء خصب واسع ياسر قادرين باش نخلقوا به برشا فرص استثمار وبرشا أيضا مواطن شغل ومواطن رزق في تونس. أظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا حول قياس تخوف الفاعلين في قطاعي الفلاحة وتجارة الخدمات من اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي، أظهر أن 68% من الناشطين الخواص في الفلاحة متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، فيما تقدر نسبة التخوف في قطاع الخدمات بحوالي 49%، أما 9% فهي للقطاع الصناعي. وفي مجال قياس معرفة الفاعلين في القطاعات المذكورة بمضمون اتفاق أليكا، يتجلى حسب مؤشر المعهد أن 46% من الناشطين الخواص في القطاع الفلاحي ليست لديهم فكرة عن مضمون الاتفاق، فيما تنهز هذه النسبة 56% في قطاع الخدمات مقابل 32% فقط للقطاع الصناعي. محاولة تحقيق المعادلة بين المواصفات التي يتطلبها سوق الشغل والمنتدبون من طالبي العمل كان محور ندوة نظمتها جامعة دوفين بالاشتراك مع عدد من الشركات التونسية تحت عنوان ندوة المؤسسات، والتي شهدت نقاشات حادة حول آلية تسهيل التواصل بين الطلبة والمؤسسات وكيفية إدماجهم في الحياة المهنية خاصة عبر التربصات الصيفية. حدث هذايا الخاصية متاعو اللي هو حدث مفتوح، الهدف من هذا هو معناتها باش يقارنوا أنفسهم بالآخرين، باش يبداو في موضع معناها متاع باش يدركوا بالمنافسة الموجودة في سوق الشغل المحلية. أكدت 8 شركات لصناعة السيارات اليوم أنها بصدد استدعاء أكثر من 12 مليون سيارة في الولايات المتحدة، وذلك بسبب عيوب في وسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا. وأظهرت الوثائق أيضا أن هوندا موتور تقوم باستدعاء 4.5 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بينما تستدعي فيات كرايزلر 4.3 مليون سيارة. تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية اليوم مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بعد أن قفزت في وقت سابق من تعاملات الأمس فوق حاجز $50 للبرميل. والآن أسعار النفط لهذا اليوم. أقفلت بورصة تونس حصة التداولات اليوم على تراجع بقيمة 0.33%، حيث سجل مؤشر تونانداكس ما يقارب 5523 نقطة، فيما ارتفع حجم الأموال المتداولة إلى 4,255,000 دينار، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 1,132,000 سهم. أسعار العملات العربية والأجنبية كالآتي:
يذكر أن جدول أسعار صرف العملات مأخوذ من مؤسسة مالية خاصة. وسكنوا في تونس مع فقرة اقتصاد وأرقام. وبهذا وصلنا إلى ختام هذا الموجز الاقتصادي. متابعة طيبة لما بقي من الثامنة مساء. شكرا لك نسرين. إلى موضوع آخر، وفي تجربة أولى أطلق طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير سيارة إلكترونية اقتصادية للمشاركة ضمن النهائيات الدولية في مسابقة شيل إيكو ماراثون التي ستدور فعالياتها ابتداء من 30 جوان القادم بلندن. أياد تونسية تعانق الإبداع وتقتطع تذكرة التميز العالمي في تجربة أولى أمنها طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير عبر إطلاق سيارة إلكترونية للمشاركة بها في النهائيات الدولية شيل إيكو ماراثون. الكهرباء نتاعنا فيها ان تابلو دو بور كي كونترول لا كونسوماسيون. اون انتيغري دونك ان موديول اللي هو مش موجود في الكهرباء اللي هو سميناه لو موديول لو بلوتوث لو انرجي كي بيرميترا دونك ديدي الكوندكتور في الكوندويت نتاعو. 14 طالباً تونسياً من الطاقات الشابة أطلقوا العنان لإبداعاتهم في هذا المجال العلمي بغية إدخال ثقافة التصنيع ومنافسة القوى الكبرى لتشريف الراية التونسية في المسابقات العالمية الكبرى. بالنسبه للسياره هذه كفيتيس ماكسيمال عندها 45 كيلومتر الوغ، مي البيت نتاع الكومبيتيسيون نتاعنا مش الفيتيس، اللي هو البيت نتاع نتاع الكومبيتيسيون هو الكونسوماسيون دينيرجي. دونك شكون يباركوري ماكسيموم ديسونس افيك لو مينيموم دينيرجي. احنا شاركنا في الفولي دي فواتور الكتريك، معناها احنا الكهرباء نتاعنا كهرباء بالموتور الكتريك، سيارة اقتصادية وأكيد صديقة للبيئة. نجح طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين في كسب الرهان، ما يبرز قدرة الشباب التونسي على صنع الحدث بمعدن علمي راق. الهدف الأساسي هو أنه الأولاد يتعلموا يخدموا جروب على مشروع معين حسب كراس شروط معين. إبداع يؤشر إلى بداية تشكيل جيل جديد وينمي منسوب الاستثمار في هذا التخصص في انتظار احتواء السلطات لهذه الطاقات للتصدي إلى هجرة الأدمغة التونسية. لأن نلقي نظرة سريعة على الأحداث العالمية، وأبرز هذه الأحداث جمعتها لكم اليوم سمر تبقى. فقد عشرات المهاجرين إثر غرق مركب صيد قبالة سواحل ليبيا وفق ما أفادت به أجهزة الإسعاف الإيطالية. ووجه خفر السواحل الإيطالي نداء إلى السفن الموجودة لإنقاذ ما يقارب 350 شخصا في البحر. أدت المعارك التي شنها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بشكل مباغت في ريف حلب الشمالي إلى نزوح نحو 100,000 مدني باتجاه الحدود التركية، بعد أن استطاع التنظيم المتطرف السيطرة على عدد من القرى وانتزاعها من الفصائل الإسلامية المعارضة. تمكن قرابة 460 شخصاً من أهالي الفلوجة أغلبهم من النساء والأطفال من الفرار بمساعدة القوات العراقية التي تشهد عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من قبضة الجهاديين. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارة تاريخية أولى لهيروشيما منذ 71 عاماً إلى إقامة عالم خال من السلاح النووي أثناء تكريمه لضحايا الهجوم الذري الأول في التاريخ الذي أمر بشنه الرئيس الأمريكي 33 هاري ترومان. وسقط 140 ألف شخص ضحية القنبلة الذرية، بعضهم على الفور في كتلة النار واللهيب، بينما قضى الباقون متأثرين بالجروح والأمراض الناتجة عن التعرض للإشعاعات في الأسابيع والأشهر والسنوات التالية. لان أخبار الرياضة وطنيا ودوليا مع أيمن زروق. إليك أيمن. شكرا مكي، مساء الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الرياضي.
دارت مساء اليوم الجولة التاسعة من مرحلة البلايوف للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث ضمن مستقبل جابس رسميا صعوده للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه أمام جندوبة الرياضية بهدف للا شيء سجله عصام العمدوني في الدقيقة 40 من زمن المباراة. وفي مباراة أخرى تعادل الاتحاد المونستيري والأولمبي الباجي بهدفين لمثلهما، وافتتح مانع بن حسين تسجيل الاتحاد في الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يعادل أسامة العمدوني نتيجة في الدقيقة 30، وأضاف حسن المسعدي الهدف الثاني للمنستير عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 79 ليعادل أسامة العمدوني مجددا وبعد دقيقة فقط للأولمبي الباجي. هذا وانتهت مباراة نادي كرة القدم بالحمامات واتحاد تطاوين بالتعادل السلبي دون أهداف. الحكم باش نحكيو على الحكم صادق السالمي، صادق السالمي ما ظلمناش في حقنا، مي ما وراء السطور انه مثلا اكزومبل ما يخليكش تخلق حتى فرصه، في اللي جي كلهم دي فوت، اليوم يقول لك المقابله فيها 90 دقيقه تاعو 86 مره، ولا مره عدى اللعب. قدمنا مباراه ذولي بطوليه، لعبنا حتى تلخ النفس، مازال ما نعرفش شنو هو الحضور تاع الفرق اللي مازال يعني في يلعبوا منجز الصعود، ان شاء الله نكونوا مازال عندنا الحضور باش نطلعوا. وعلى ضوء هذه النتائج يصبح الترتيب قبل جولة واحدة من نهاية على النحو التالي. بعد اجتماع المكتب الجامعي لكرة القدم الذي تعهد بالنظر في أحداث مباراة الملعب التونسي ومستقبل المرسى والاعتداء على حارس المرمى يوسف طرابلسي، تقرر رسميا إيقاف كل من خالد القربي وقيس العمدوني وسيف الدين العكرمي من ممارسة أي نشاط رياضي مدى الحياة. كما تقرر إيقاف اللاعبين حمدي رويد وهاشم عباس لمبارتين ومحمد بن علي ومالك لندلسي لأربع مباريات. وتقرر أيضا معاقبة مدرب الفريق هاشم نصيبي بمباراة واحدة إلى جانب شطب حافظ الأثاث مدى الحياة. وفي نفس السياق وبعد هذه القرارات أعلنت إدارة الملعب التونسي الانسحاب من البطولة وبالتالي عدم تنقل الفريق إلى المتلوي الأحد القادم. هذا وقرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم معاقبة لاعب الترجي الرياضي التونسي طه ياسين الخنيسي بأربع مباريات ومدافع النجم الساحلي عمار جمل بمقابلتين، وذلك على خلفية إقصائهما في مقابلة الكلاسيكو الأخيرة. كما قررت الرابطة استدعاء كل من عمار سويح مدرب الترجي وفوزي البنزرتي مدرب النجم والمدير التنفيذي للنجم الساحلي حسين جنايح وعلي البريقي وزياد جبالي للمثول أمام لجنة التأديب، وذلك يوم الثلاثاء القادم. توج منذ قليل نادي الإفريقي بكأس تونس لكرة اليد بعد تفوقه على نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 29 مقابل 23، وبهذا التتويج أضاف الإفريقي الكأس 19 في خزينة النادي وهي الثانية له على توالي. كنا مسيطرين فيها تقريبا سيطرة كلية، رجع نادي كرة اليد في جمال في الشوط الثاني، قدم شوط ثاني ممتاز حقيقي على موسم استثنائي وعلى المباراة اليوم. مبروك للنادي الإفريقي الانتصار. كان جينا منه من الأول ومشات معنا الأمور كان يكون نوعية أخرى، وما ننساوش ميريت تاع النادي الإفريقي عندهم الإفكتيف اللازم، معناتها احنا ناقصين أربع جوارات راهو فهمتني، كانوا معنا يمكن كان يكون نوع آخر.
عقدت اليوم الجامعة التونسية للرياضات الجوية اتفاقية شراكة مع نظيرتها الفرنسية، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين على المستوى القانوني والاستراتيجي والتنظيمي. ويهدف هذا الحدث إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض بالاقتصاد وإحداث مواطن شغل إلى جانب تطوير الرياضة الجوية في تونس. نحن سعداء لتوقيع هذه الاتفاقية، وسنساعد الجامعة التونسية للرياضات الجوية التي تعتبر فتية في هذا الاختصاص بكل ما نملكه من خبرات وإمكانيات. قالوا لنا باش يكونونا الطيارين والمدربين اللي احنا مازلنا في ديراسيون جديدة ما عندناش الإمكانيات، مي هما مستعدين باش يوفرونا كل شيء. دونك هذه حاجة بالنسبة لي أنا حاجة تاريخية ما بين جامعة تونسية ونتشرف ياسر، وما بين أقوى جامعة في العالم اللي هي لفيفلوم. دوليا، أعلن نادي مانشستر يونايتد صباح اليوم تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو عوضا عن الهولندي لويس فانغال. وأعلن الموقع الرسمي للشياطين الحمر أن عقد مورينيو مع الفريق سيمتد للثلاث سنوات القادمة. تقام غدا مباراة نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية في مواجهة إسبانية ستجمع ريال مدريد بجاره أتلتيكو مدريد، وسيقام اللقاء بملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية، وذلك انطلاقا من 8:45 مساء بتوقيت تونس. ختام الموجز الرياضي، بقية فقرات 8 مساء معك مكي. شكرا لك أيمن. إلى أخبار الطقس وأحواله اليوم مع زميلة سونيا اليونسي. مساء الخير مشاهدينا الكرام. كان طقس اليوم قليل السحب، تكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة داخل البلاد، وتتجاوز مؤقتا 70 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر كان مضطربا ما عدا خليج جابس. أما درجة الحرارة لهذا اليوم كانت كالتالي: بالعاصمة 33 درجة، نابل 32 درجة، 41 درجة بسليانة، 30 درجة بسوسة، 43 درجة بالقيروان، وتوزر 45 درجة. التوقعات الجوية اليوم السبت: سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف بعض الظهر بالشمال والمناطق الغربية وتكون مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية من 30 إلى 40 كيلومترا في الساعة قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كيلومترا في الساعة داخل البلاد، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومترا في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية مع رياح الشهيلي. البحر يكون مضطربا فقليل الاضطراب. إلى المغرب العربي وشمال إفريقيا، سحب رعدية بتونس والجزائر مع بعض الغيوم بالمغرب وسماء صافية بمصر. درجات الحرارة تكون بالقاهرة 32 درجة، 34 درجة ببنغازي، طرابلس 37 درجة، الجزائر 22 درجة، و24 درجة بالدار البيضاء. أما في الشرق الأوسط وبقية البلدان العربية، الأجواء صافية ومشمسة والحرارة في ارتفاع متواصل بكافة البلدان مع سحب عابرة بصنعاء والقدس. درجات الحرارة تكون بدبي 40 درجة، 42 درجة بالكويت، 37 درجة ببغداد، 43 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالقدس. مروراً إلى أوروبا، غيوم كثيفة مع سحب رعدية بأغلب بلدان القارة، طقس ممطر بالمناطق الغربية مع ضباب كثيف يغطي كل من روسيا والدنمارك. درجات الحرارة تكون بمرسيليا 22 درجة، كذلك ببروكسل 19 درجة، بلندن 27 درجة، بروما 25 درجة، بكييف و24 درجة بإسطنبول. وصولاً إلى شمال أمريكا، سحب عابرة بكامل مناطق القارة مع بعض الأمطار والسحب الرعدية بمكسيكو سيتي. أما درجات الحرارة تكون بواشنطن 31 درجة، 29 درجة بنيويورك ومونريال، 26 درجة بمكسيكو سيتي، و33 درجة بسان فرانسيسكو.
التوقعات الجوية الأيام الثلاثة القادمة بتونس: سحب عابرة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية وتكون مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا فشديد الاضطراب. أما درجة الحرارة تكون يوم السبت بين 36 و 45 درجة، الأحد بين 28 و 43 درجة، ويوم الاثنين بين 30 و 40 درجة. غدا السبت 28 من شهر ماي يكون الشروق على الساعة 5:03 والغروب في الساعة 7:31 دقيقة. صورة الشروق أرسلها لنا شمس الدين بن غالية من تونس، وصورة الغروب من سيدي بوسعيد لوسيم بن مصطفى. شكرا مشاهدينا على المتابعة، ننتظر صوركم عبر انستغرام التاسعة. والآن عودة لك مجددا مكي. شكرا سونيا. مباشرة إلى فقرة نيوز بوك آخر المنشورات، وأترف على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بصورة اليوم التي أثارت جدلا كبيرا، وهي عن زيارة رئيس الجمهورية لسوق باب الفلة، وفيها تاجر يضع لافتة كتب فيها 480 مليما سعر الأربع بيضات، والمعلوم أن سعر البيض لم ينزل عن 600 مليم في أحسن الحالات. التونسيون يرصدون كل شيء وكل ما ينشر على فيسبوك على ما يبدو. في فيديو اليوم مجموعة من الآباء الشبان الذين قاموا بتأسيس ناد للقيام بنشاطات توثق روابط المحبة بينهم وبين أبنائهم الرضع حتى تستأثر بها الأمهات. من هذه الأنشطة الرقص مثلا. لما لا؟ إلى كاريكاتير اليوم بالتعاون مع جريدة الصباح دائما وبريشة حمدي المزهودي. لكم كل التعليق، وهو عن موجة الحرارة التي تشهدها تونس هذه الأيام. ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا على التفضل بمشاهدتها. دمتم بخير وإلى اللقاء.